وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا ظهر اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مستهل زيارة رعوية. وكان في استقبال قدسته نيافة الحبر الجليل أنبا جبريال أسقف النمسا والقطاع السويسري المتحدث بالألمانية، والسفير محمد الملا سفير مصر بفيينا، والقنصل العام باسم طه، إضافة إلى الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المدير العام للمقر الأمم المتحدة في فيينا، والمستشار الثقافي لسفارتنا بفيينا، وعدد من القيادات السياسية والقبطية.